إنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. كان كنت لما كنت نايمة من صحاكي من اللي نومك، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حسب انك انت هنا ما حد شايفك، يعني ما حد سامعك، ما هو عارف، ما هو اللي خالقك. اسمعي، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خلاص جملة هنا يقول لك إيه؟ نقول له كن فيكون. فين الزمن بين المشيئة والحدث؟ لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو الله، إنما هو إله واحد، إنما هو الله إله واحد. هنا بيجيكي أمر من هنا، خلاص يبقى أمر واحد. ليه يعني تحسبي إنه مثلا التصورات والتخيلات كلها من مفردات المشاهد السابقة؟ إيش لولا انه ده بعت لك انت كنت فين؟ والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، ان الله عليم قدير. الحمد لله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الحمد لله. فما الذين فضلوا برادي رزقهم، الحمد لله، على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، فبنعمة الله يجحدون.